السلام عليكم ورحمة الله. زلف اللون، مرحبا سيس ون سي غيماكي. مازال لنا غاد نتكمل ثغم منا يعني ثمسالة المحنة الغزة تزرى مساقي الخبارات دي بظن أرنان الوقت الهدنة نرنان 72 الساعة طرف سيت مناطن إسرائيل دي خدم المفاوضات دي طرف سيت مناطن الفلسطين داغن بنت شورن تنسن، ولكن الحاجة ثم قراتي كنا نسيت مناط الفلسطين السوال باش هذيك الحصاركي سيت مناط الإسرائيلي الناس محفزنا لثيث صواريخ المقاومة إث مناط إسرائيل نقني ونقبل راء الشرط الفلسطين اسم اسم ثن نبغى نولي ثم غلي نون الراي نون اين يعني الهدنة يجي نالا بيريود يجي إدنا 72 ساعة ذا شو التفراثي لن سيد فيريس أدفكم ثم غلينون أدفكم الرينون أساقي نبوي دي ستيديو كذنا قماثنا حميد حميس أنغمس المغربية أغديف كرت مغلي أين يعني ذا شو الصراري قلن دي لا بيريود دي ايرنان 72 ساعة ذا شو تخمم شو تصود تخمم من الجانب الإسرائيلي في المفاوضات دي ومانطو المطالب الفلسطين راد قارن نكوني موي كسر الحصار دي ونتو غالا الهدنة دي انكم الكفري دي تقراو لها اكنيني عسلامة انك سي حامد داكما عسلامة انك محمد عسلامة يوكاد اذا غادي تولين اذا غادي تولين عند مثلا مدينة الجزائر نغ برا للجزائر ذا شادني محمد ذا الصح رنان 72 ساعة ذا غني وين ذا تيسمي السحباس تيتا اي غار باش كني نكمل المشاورة ثاكين يبدان ديجا بدات تذكوين ذا تيسمي زدي مصر غور كتتوضا محمد ثيك التاكين يعني غين يقدر ندي غزة ثيك التاكين حلفاء سطاس اسرائيل امين و سي ضرارة اما كنيسي ضرارة دي لاكيرن 67 يعني سجام ني لاكيرن 67 عند اسرائيل تبوين اكل بوارا فين ثرنات وحريشيس ديس سجام تخدم يركون شتاكي السجين ولا غزة يعني ستام تيمور سود كوينا ايكلان دي لا باليستين سوا نشتني الجيش يسا سوا نشتني يعني القوة يسا السلاح يسا ورث زميرارا تكشم هار داخل يرنا سال خسارة غير الجنود ينس دينيك جان إصهيونيين يتخميم نطاس ويتفكر نطاس ذي القواقي سال المقاومة ذي الصحة يعني دينا تكتيني المشاورات نغ الشروط يتسرس المقاومة ورثن تقبيلة رير كلين إزرائيل أشي مين خطرش توحش لو كان يعني نتقبل سوينا تاكين ادفكا ذا قوين ارث قوين ايمانيس دونك الساكين ثوكين انشتنين وينات ثوكين انشتنين الشروط يظلم بار كونتر نهني بغان اسرائيل ذا شو بغان هذا سنين حماس نغا سنين المقاومه دايور يناتيد ام قران وينات المينيست ديزافير اترونجير ليبرمان الناس نكونين نزمر ما رانا مستعدين يعني نو سون بري باش كني انا وذن فنو يركو غزة ونكس الحصار بصح اون كونديسيون الى قل المقاومه وتكس السلاحيس وتيلي غزة ذا مكان نغتمنط تقولوا لاش يركو السلاح انشتاكين ذن ارث قبيله لا المقاومه يس محمد صحيت مثلنا حميد انو حروت مثلنا ورد سي غزه تنسقسي ذا شو لان بجديد الاخت غزه الاخت ورده من غزه السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله. ما هي اخر التطورات في غزه اليوم الاخت ورده؟ نعم يعني بدات الحياه تدريجيا تعود الى طبيعتها خاصه في المناطق الشرقيه، نتحدث عن حي الشجاعيه تحديدا هذا ما تجولنا به اليوم. كانت الحياه يعني قد بدات تدب في المناطق الشرقيه، عاد الناس الى منازلهم واستدركوا حياتهم رغم التهديد الذي قد يلاحقهم من قبل المدفعيه الاسرائيليه. ايضا استمر مسلسل انتشار الشهداء، اليوم كان هناك انتشار لجثامين 2 من الشهداء، ما يعني ان عدد الشهداء مرشح للازدياد يوما بعد يوم. هؤلاء الشهداء يصلون الى المستشفيات مجهولي الهويه
يعني في الفترة الحالية نتيجة التحلل الحادث في جثة منهم الطاهرة. أيضا هناك أيضا جرحى يرتقون يوميا، هناك جريح قد ارتقى في أراضينا المحتلة عام 48 نتيجة إصابته في هذا العدوان في المستشفيات هناك. أيضا هذا يرفع من أعداد الشهداء. هناك أيضا تحذير من وزارة الصحة بالأمراض التي قد تتفشى في قطاع غزة نتيجة الكارثة الصحية المترتبة عن اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب نتيجة ضربات الطائرات الإسرائيلية للمناطق الحدودية، وأيضا في منتصف يعني المدن الفلسطينية خاصة في مدينة غزة هناك برك كبيرة من المستنقعات التي احتوت على مياه الصرف الصحي والتي تعرض يعني حياة المواطنين والأطفال أيضا للخطر. أيضا نضيف إلى ذلك أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن انتظام العام الدراسي وافتتاحه في موعده للعام 2014-2015، رغم أن هناك 18 موظفا قد استشهدوا وأن هناك عشرات الشهداء والأطفال الجرحى في القطاع، لكن يبقى التحدي الأكبر أمام وزارة التربية والتعليم هو كيف يمكن أن تبدأ هذه السنة الدراسية في حين أن هناك 140 مدرسة قد تضررت كليا أو جزئيا، وهناك أيضا أناس لا زالوا متواجدين من النازحين في المدارس. هذا بخصوص يعني ما هو عليه قطاع غزة اليوم. الأخت وردة، ما هي قراءتك لتمديد الهدنة إلى 72 ساعة؟ وهل تظنين أن هذا سوف يأتي بنتيجة؟ هو يعني كل الأخبار الواصلة التي وصلت اليوم من القاهرة تؤكد أن هناك يعني اتفاق مبدئي على الكثير من النقاط، سواء ما تبعناه في الإعلام الصهيوني أو ما تبعناه على المواقع الفلسطينية ووكالات الأنباء الفلسطينية، وتصريحات أيضا من يعني من الوفد نفسه. يعني عزام الأحمد اليوم كان يتحدث عن حكومة التوافق بأنها يعني تنفذ أو تحاول أن تجري اتفاقيات بينها وبين حركة حماس على أن تتولى هي إدارة قطاع غزة بالكامل، وأن تتولى حكومة التوافق بالكامل إدارة المرافق الأساسية في قطاع غزة. هناك توافق أيضا فلسطيني على أن تتسلم حكومة التوافق معبر رفح بالكامل وأن وفق قيود مصرية، لأن ما تعتبره مصر يعني يحفظ أمنها وأمانها سيطبق بشكل كامل بالتعاون مع حكومة التوافق وتحت رئاسة السلطة الوطنية وعلى رأسها محمود عباس. هذا يؤكد أن هناك توافق، كما هناك توافق فلسطيني مصري وهناك توافق فلسطيني صهيوني بطريقة غير مباشرة عن طريق الوسيط المصري، هناك أيضا توافق فلسطيني فلسطيني على إدارة الأزمة في حين حدثت تهدئة، مما يعني أن التهدئة باتت أو وقف إطلاق النار والموافقة على شروط المقاومة باتت قريبة. هناك أيضا عزة الرشق الذي أكد بأن حركته ليس لديها مانع أن تتولى السلطة إدارة معبر رفح وأن يكون هناك رئيس لهيئة وطنية يحظى بقبول بالشارع الفلسطيني لإدارة أمور قطاع غزة. أيضا هم أكدوا أن هناك اتفاق على أن حكومة التوافق هي التي ستتولى قيادة الأمور. أيضا هناك تصريح يعني يعتبر جديد للرشق الذي أكد بأن الجميع اليوم في أزمة، إسرائيل وحماس والسلطة، والأوضاع الدولية والإقليمية تغيرت ولا بد، قال لا بد أن نتفاعل مع هذه الظروف من أجل شعبنا والقضية. هذا يعني حلله البعض بأن قد يكون هناك تنازل على عن موضوع الميناء البحري في المرحلة الحالية مع الضغوط الدولية العربية والأوروبية وأيضا الصهيونية برفضها المطلق لذلك، وهو أضاف في الوقت ذاته أننا سنتفرغ إلى المقاومة، وهذا أيضا يعني الكثير لإسرائيل في المرحلة القادمة.
مصادر مطلعة أيضا تأكدت أن الوفد الفلسطيني بحث خلال اجتماعات مطولة سبل تفعيل الحكومة وأيضا اعترافه بموظفي قطاع غزة من المدنيين. إذا هناك توافق على الكثير من النقاط. هذا بالنسبة لما ورد من الجانب الفلسطيني. أما من الإعلام الصهيوني فقد أكدت القناة الإسرائيلية الأولى بأن الاحتلال رفض الميناء بشكل مطلق وأيضا المطار، إلا أنه وافق على 6 شروط للمقاومة وهذا يعتبر إنجاز. توافق على اعتبار معبر رفح هو شأن فلسطيني مصري لا دخل له بها. أيضا هو وافق عن الإفراج عن أسرى الدفعة الرابعة من المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية كبادرة حسن نية تجاه محمود عباس، في الوقت الذي رفض أن يطلق سراح معتقلين صفقة شاليط. ونعتقد بأن هذا الأمر سياسي لأنه لا يريد أن تنجح حماس أو أن يفضي هذا التوافق إلى انتصار سياسي لحماس إذا أفرج عن أسرى صفقة شاليط. وافقت أيضا إسرائيل من جانبها على إدخال مواد بناء تحت إشراف دولي لقطاع غزة وهذا لم يحدث طوال 7 سنوات الحصار. أيضا هناك وافقت يعني على تسهيلات لحركة الأفراد على معبر بيت حمون. نحن يعني كان هناك تضييق حتى على وزراء حكومة التوافق من زيارة قطاع غزة عبر معبر بيت حمون أو ما يعرف بإيرز. وأيضا منع الكثير من المتضامنين الأجانب من الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر إيرز. هناك موافقة أيضا على إدخال الأموال لدفع الرواتب لغزة، وهناك نؤكد أن هناك حالة من يعني العجز في السيولة يعيشه قطاع غزة من طوال سنوات الحصار، حتى أن تحول قطاع غزة إلى سوق سوداء للعملة. أيضا هناك موافقة على توسيع منطقة الصيد البحري إلى 12 ميل. إذا نحن نتحدث عن الكثير من مطالب المقاومة التي تحققت، بقيت المعضلة الأساسية هي أمر الميناء، وأعتقد أن هناك محاولات جاهدة في الوقت الحالي لأن يكون هناك اتفاق ولو مبدئيا على أن يكون في مراحل لاحقة ميناء للشعب الفلسطيني. إذا هذه يعني هو هذا تحليلنا لما يحدث اليوم في القاهرة. قد تكون التهدئة في المرحلة الحالية هي محاولة كما قال خالد مشعل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى أن يعلن بشكل كامل اتفاق التهدئة بعد توافق جميع الأطراف. نؤكد أن هناك أيضا ضمانات دولية كما طلبت حماس قد تلزم الصهاينة بالاتفاق، يعني يعنونه ذلك زيارة 3 من أعضاء الكونغرس الأمريكي للقاهرة اليوم، وسيلتحق بهم أيضا رئيس الاستخبارات الأمريكي. قد يكون في محاولة وخطوة لتقديم ضمانات للوفد الفلسطيني بأنه سيشرف على تطبيق بنود تلك التهدئة. الأخت وردة زميلي حميد إذا أمكن يريد أن يسألك سؤال. نعم نعم. في البداية السلام عليكم أخت وردة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بودي أسألك عن الوضع الإنساني في غزة، ونحن نعلم أن معبر رفح ما زال مغلق. نعم، هو يعني أنا يعني أشدد على مناشدة وزارة الصحة بأن هناك الكثير من الجرحى الذين يحتاجون إلى الخروج من قطاع غزة. يعني يعتبر معبر رفح المعضلة الأساسية في موضوع خروج هؤلاء الجرحى. الكثير من الدول استعدت أن تستقبل هؤلاء الجرحى، إلا أن الجانب المصري حتى الآن يوقف كل التعاملات لإخراج هؤلاء الجرحى إلا بشروط وقف إطلاق النار وأن تطبق بنود التهدئة، وهذا الأمر قد يمثل خطرا على حياة الكثير من الجرحى. هناك العديد رأيت من العديد من الأطفال ومن الشيوخ والنساء قد بترت أطرافهم. هؤلاء يحتاجون إلى رعاية بشكل عاجل قبل أن تتدهور أوضاعهم الصحية. للأسف يعني من حول إلى المستشفيات ومن سمحت مصر بإدخاله حول واستقبلته في مستشفيات العريش. علمنا من مصادر طبية بالأمس بأن العديد من الحالات استقبلت في يعني دوائر صحية لا ترتقي إلى الحالة الصحية الطبية لهؤلاء الجرحى المبتولين الأطراف، الأمر الذي
أدى إلى عودتهم بمسؤوليتهم الشخصية وعلى مسؤوليتهم الشخصية، وكانت جروحهم متعفنة. هذا ما أكدته المصادر الطبية. قليل من نجح في الوصول إلى الأردن إلى مستشفى الحسين الطبي الذي نوجه له الشكر الكبير على رعايته للجرحى. هذا بالنسبة للوضع الإنساني خاصة مع إغلاق معبر رفح. نتمنى أن يكون هناك إدخال للمساعدات وأن يتعاون الجانب المصري لإدخال على الأقل الأمور الطبية والمستلزمات الطبية لعلاج الجرحى، أو حتى إدخال التطعيمات الخاصة بالأمراض التي قد تنتشر نتيجة اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب. الأخت وردة، الخارجية المصرية تؤكد وتقول فيما يخص الهدنة إنها من أجل تهيئة الأجواء لتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة وإصلاح البنية التحتية، ولكن الأخبار التي وصلتنا الجمعيات التي تريد أن توصل المساعدات إلى غزة تقول بأن الشروط التي وضعتها مصر شروط تعرقل إيصال تلك المساعدات والإغاثة. نعم، هو يعني الجانب المصري حتى على مفاوضات التهدئة والمفاوضات الحاصلة بين الجانب الفلسطيني والجانب الصهيوني، رأيت ومتابعتم معنا لحظة بلحظة ويوميا كيف أنها تحاول التشويش من خلال إطلاق طمأنة للشعب العربي والشعب الفلسطيني بأن هناك يعني تهدئة قريبة وبأن هناك إعلان لاتفاق قريب، وفي كل الأحوال يعني لمستم أن الأمور تتصاعد على أرض الميدان. هناك يعني نوع من الخطاب الإعلامي الغير حقيقي والغير دقيق الذي تحاول الخارجية المصرية أن تبثه إلى الشعوب العربية والإسلامية لمحاولة تنفيذ من الضغط الحاصل تجاه هذه الأنظمة لمساعدة الشعب الفلسطيني بضغط شعبي. ما نؤكده أن يعني قطاع غزة يعيش مأساة من الدرجة الأولى. الجانب المصري غير متعاون حتى لو صرحت وزارة الخارجية بذلك. نحن لم نلمس أي طواقم حتى هندسية دخلت لمحاولة على الأقل إحصاء الأضرار الحاصلة في الطرقات وفي الجسور الواصلة بين قطاع غزة، بين محافظات قطاع غزة، وبين يعني الأمور الحاصلة في البنية التحتية التي كشفتها بلديات القطاع. لم يتم إحصاء دقيق، ولم يتم دخول يعني بعض الطواقم الهندسية، ولم أيضا يسمحوا حتى للوفد الأزهري من مصر للدخول إلى قطاع غزة. لا أدري يعني كيف يتحدث الجانب المصري عن ذلك. نحن من يعاني، نحن من نرى هذه المأساة، ويعني نلاحظ كم هي قليلة المساعدات التي يمكن أن تحقق لهذا الشعب على الأقل حياة طبيعية في الوقت الحالي أو استكمال لمسيرته التعليمية والصحية في المناطق. الأخت وردة من غزة، نشكرك شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قمتنا حميد سؤال وتمثنا غزة في كان كرا الخبرين يعني خاصة للإعانة تقي ما صارت خدم ذكرين الشروط خطر الهلال الجزائري لاكر والروج تحاول تفغط تسلحق كرا الإعانة غزة، ولكن ما صارت خدم كرا الشروط أريد جنبنا دم ذي في شلمنا ذي الحقارة مناطني باش ذي أول الإعانة ثني هذا صح محمد. ما صرت خمد الشروط يعني شروط ني مقريتا طاس ارمين وغالت قرنسة الشروط الاعجاز يعني التعجيزية يعني وزمر ضارا نتسات باش ديني وتسوي ثارا ورثيد النارا، ولكن تسفض الشروط كي باش تحفظ كتيني ورث تسوي ضارا يعني تفشل. من بين الشروط محمد مثلا طريقة مرور المساعدة للقطاع تتضمن هذه الوثيقة ضرورة أن يكشف طلب إيصال هذه المساعدة تقديم الطلب المقدم لأنواع وكميات المساعدات
تقترض شحال اللي قلنا شحال ما دي فوا لك ما تسقسينا في لاضات اسكن الحاجه ديال الصلاح والصلاح هذا اكزاكتومون كي قرض كين الا قد ترصد لاضات دو بيرومسيون من مين لاضات الانتاج من مين لا تي برودوي يعني ثورا اشي ما راهي زار من مين يتواخذ لا ما قدر اش قال الاعانات اش قال الحاجه بغا نرخد من الناس كي غير باش كني تفشل الناس تروحوا لنا بارك الله فيك حميد انه حق ما سينفقنا ويسين قمتنا كريم طبيب أسني السلام عليكم زلف لك كريم السلام ورحمة الله زلف الله وانا السلام عليكم المرة قمتنا كريم نفاك أنا نولي ثمولي نكين يعني المفاوضات أجي ضرون ذي الجهة مصر فسيث مناط الإسرائيل سي قارن لازم المقاومة تحفظ الصواريخ ينس ولكن سيث مناط الفلسطين الناس اللي كوني الى قشورطه قال المطالب بنا غتوقف لانه كوني خاصه باش هذاك الحصار مقران ثورة الهدنه ثم زواروت 72 ساعه تفشل اتن تسد ساقي ست سنات ان شاء الله نبغى نولي ثم غولين كقمتنا كريم ام كانت تولي ظل السيناريو ادي تسن رزدات والله خويا محمد داكشي الفضل اللي كتي ديني جو بونس كو سي دو ديجا فيكو شي ديال 14 دوره انا متولي انا ضرون دي غزه اون بالي دي لا فلسطين اون جينيرال الحاجه ديجا غير عاش دونك امين يترقون امين يديتو انا رفير لي تعيش اونكور سكي لا فيكو افون سي دي سيتياسيون فيكو ديجا ما يدنيض المفاوضات ما بين الإسرائيل وكذا الفلسطينيين جو بونس كو المفاوضات طون كين ني سون با دون مانيير ديريكت طون كو الشمن كين يقارن حتى حنا ديال الماس ماشي الحاجة كزمر انا ديال كي بوف فار افونسي لي شوز الا كين يقارن ان كونفلي غير اسرائيل لا 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 فلسطين اخويا ماذا قلنا لهم الا قال لهم المفاوضات الا قال لهم دون مانيير ديريكت با دون مانيير انديريكت خاطر كي قلنا سي اون بيرد دو طون ويا دي لا بيرد دو طون يا كينيا بتاتر اتاس سي اوتي سبنا لا ولكن ضرورون كوري تضر لي فلسطينيين ما نهضروش على المفاوضين ولا على الدول اون طونك كونتيتي ولا مي نهضرو على الشعب اللي راهو يسوفري الشعب ريت كي مرتري مسكين شاك جو كير بون دي في ما نمسواليون يقولنا لا تمتسافل لا شو هذا شو ندلو بيخدم من يقولنا ما يقدر ان اسرائيل سنتيني لي فلسطينيين يا حماس بارتيكوليرمون الفصائل الفلسطينيه في غزه لازم يحبسوا سميث الصواريخ نتاعهم والاخرين كاينين شروط انا مازال ما شفتش واحد و جو بونس كو بن مهيدي غات يرحم ربي ولا سي عفو يرحم بن مهيدي غاتسمي اذا سي بوزي لا كيستيون بيجاري ناس بوركوا فو ديبوزي لي بومب اي لا غار دالجيري ناس دوني نو فو شار اي فو افيون اون فو فو دوني نو كوفان اكو غينيا جو بونس كو لي غيني سعان لي باليستينيا وكنا نزف عن فلاس نزف عن فيما نسنقف عنا في فتره عن سن ما يليش تشني صلاص ضيون الون جورداني الون جورد ديزن باني دو ديزني الشعب الفلسطيني راهم جوع جوعوه ما كاش حاجه تفوت والمصريين سون كومبليس لي ايجيبسيان سون كومبليس دون دون سيت دون سي ماساكر راهم جوا او كاع لي كيما يسمو له كاع لي بليك اوت اون تي في اوتور دو سو بوبل باليستينيا ما كاش كيفاش يسوانيو ما كاش كيفاش ياكلو ما كاش كيفاش يشربو ما كاش كيفاش يعيشو واليوم تقول له علاش تضربني انايا بتمو بالصواريخ ولا يعني في الدجا معنا اقمتنا كريم مرث والد الله سيتياسيون تفضل اللي حاله انا وراي كثن ويضن ويقموثن اي كومون بالفلسطينيين يقموا ثاني ما تشد لو كان يدو سن الاسرائيلي يا كينيو سعان الشهامه تاع الشجاعه تاع الرجال بروحني يا خويا تنز المقاتلين الفلسطينيين راهم لهم بالمرصاد
راهم يحبطوا فيهم باسكو هو الفلسطينيين ما قتلوش الشعب الاسرائيلي، ما قتلوش ما ضربوش الشعب الاسرائيلي. Les Syriens sont en train de défendre la vie, leur vie, la vie de leurs enfants et la vie des Palestiniens qui sont à Gaza. Donc, M. Zaghini, je suis en train de dire que je suis en train de dire يمكن هذاك ديني راه خويا محمد. على كل حال يعني لا رياكسيون ولو محتشمه كما يقولوا يعني تري تري بون رياكسيون دو لا بار دو سيرتين دو سيرتين دو سيرتين ايتا دو سيرتين بيي دو سيرتين بوبل انفير انفير لي باليستينيان. لا المعاونه يا ديني، ولكن ما رسوالي بالبليك اوت دي ايجيبسيان ما رسوال عيني نخدم من عراقل. جو بونس كو اخر هسا كيني جو بريفير لي اسرائيلي اني ما ردي كاتن سي لي زافي اوك لي شارنسن ولا لي ايجيبسيان كي يوتيليز الجوع والمجاعه باش يزيدوا يقتلوا اونكور بوكو بلوس كو باليستينيان. دوطون بلوس ما ننظر باللي المعاونات الانسانيه اللي راهي يمدوا للفلسطينيين المعاونات الانسانيه يا غينيا انظر بديك نسعد سعان اللي باليستينيين ايزون بلوس دو 2000 بليسي يا جماعه دي زين سي انورم كلش المعاونات تاعك قرينا دون زان بي لي بردون زان بي عندها كوميم يا كوميم ان بو دو مويا مي مالاتي لي اون بينوري يا اخي دا ميديكامون نسولفو ياس فريمون هاكني لاق الحال هذا تورا ما يمكن بغزه غزه الطريق خذ من الحصار حصار محصن كي نقال محصن واش نقارن يلاق هذه لي لي كونديسيون بور فير اونتري دي شوز شو لي كونديسيون بور فير اونتري دي شوز هذا من الدهمن كاين جوج صادو اسمي ياخذ من الباطوني ملجأ باش يدفع ستان باطو تورك نعم شاكينيا ما كاينينش نيدهم كاريمون على الناس ولو الى كي اتاكي بار لي فورس جويف لي فورس اسرائيليين ولكن يا خويا شهامه شجاعه لازم الانسان هذا والتورا خلاص ما بقاتش هذيك تاع استنى نشوف استنى ما ندير استنى عادي ما كاش يا خويا اوتيي زان اتر هومان او تيي زان ان اساسان يا با تروازيام تروازيام مش تقال الماتيرناتيف او زاكيني لا 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 نتقال غير الشعب المصري باسكو الشعب المصري شعب عظيم وشعب ذو شهامه باسكو يفو دير كو سنغسن كيني سنغسن كي ربي لوكازيون روحه ولا اكسيتيرا مي ولكن هذه نير الحكم سن واش دينا سامحهم الله وتقر غير سامحهم الله دينا قبحهم الله اونكور اون فوا باسكو اي سون اون تران داسيستي اي ميم ديدي او جينوسيد دي بوبل باليستينيان بيتيتر كو كني دينا قال وتنويتنا راس رصاصمي ولكن في رصاصينا كي غيزن كال الشعب الفلسطيني خاصة في غزة في رصاصين كي سون بلو مورتريير كو لي بال ريال تيري بار لي جويف. أكريم دي تزورك ديني سلامين كيما الله يسلمك. كان أكيد سقسي نكوني نولا باللي لا بروميير ترونش وين اللي بور بارلي ونمسفهمنا راه ديك خاطر الشروط يعني يتسرس المقاومة أو كذا الشروط يتسرس فلسطين ونمسفهمنا راه فلست نكوني نولا باللي المقاومة تطف ذو قوال باللي السلاحيس وتسرسو يارا وإسرائيل تطف ذا عند قواليس باللي يلاقى تسرس المقاومه تبرون الى السلاح. ام كي يتولي كريم السيناريو ايديه دون؟ اجمع وقيل والله اعلم فلحت بين نظر بين الولاء بين الغرام في التاريخ فتترك نو سوم بلوز او موان جون بور نو با افوار فيكو سارتين سيتياسيون انسيان. ولكن التاريخ اللي لا تاريخ امشي لهنا يا ربي ثم سجني غادي قبل الانسان غادي يسفل السلاح كي بوتيتر جو دي بيان بوتيتر سا سول غارونتي دو سيرفي اثنين موسن ثلاثه لي ازرائيليان
Je suis contre toute toute exaction, toute violence, il n'y a pas de problème. Moi, ça m'intéresse les Israéliens. Peut-être c'est des innocents. On va dire que c'est des innocents. Ils ont été kidnappés, point d'interrogation jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que le Moukawama, le Palestinien, le Gaza, le Hamas, le Fama, le Fasaïl, elles ont nié hier que les gens avoir une main dans ce qui s'est passé. Il y a même des kidnappings, il y a même l'assassinat des trois jeunes israéliens. يا لكن وزنت وزن رامي كيف تقدر تقرا ما تشيل منك شي نيتو الزيت راه بدير كل شيء لو دروا دافوا دوكوم ديفون مسات ما تقول تقرا راه تاع سيدي فلاح انا ما كاينوش واو دونك وديني شرط غير مقبول اي جو بونس كو لي فاكسيون باليستينيان ne vont pas accepter de déposer les armes à Irak parce que c'est leur seule chance de survie. Je le dis, je le répète. Ma andoumch khaya. منك لازم نمان يا خويا صاص بسكوت صاص بسكوت شحال هادي نوا ن ن ن ن ن اسميس المفاوضات اللي ادارا ندير لي فلسطينيه وكذا الاسرائيليين شحال اسكو سا ابوتي فير اون سوليسيون اكس لا اي غريك ريان من وين نسلب ليك سكر ما هي لا اسرائيل لا دول مليون سكسن باسكو نو تنيون peut-être que je le dis comme ça, les Israéliens, ils ont donné beaucoup d'importance à leurs citoyens. Au point d'un, un citoyen équivaut, je ne sais pas, 200, 400, même lors des pourparlers, des négociations pour la libération des prisonniers, pour un prisonnier israélien, il y a un million, 150, 200. Et là, c'est l'importance qu'ils ont donnée. Malheureusement, nous connaissons, quelques pays qui se disent musulmans, qui prônent l'appartenance musulmane, arabe, ils n'ont donné aucune importance pour des Palestiniens qui sont en train d'être exterminés massivement. Même Mélène Ouélion, vis-à-vis des pays occidentaux qui se disent des grandes démocraties, c'est vrai que c'est un peu plus de temps. Mais c'est une preuve pour nous, les collègues de Guinée, ماشي العباد يغيب غان الخير نغيب غان الخير الشعوب الإسلامية دونك جو بونس كو إلي ليو الإنسان هادي طفل حدريس في السن أي غار خاطر وقيلا ميم النبي صلى الله عليه وسلم يجي غير دوال الدين يجي غير دوال ولن ترضى عنك اليهود ربي سبحانه وتعالى سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يكون انت راه غنختار ماذا قال وانت انت بعد ملان سنه ما غنديبوزي لي زار ما نديرو والو ما نوجدو روحتنا ما نديرو والو ما نبريباريوش روحتنا نخلوهم يجيو مساكريو فينا ويديروا فينا اللي يحبوا ويديروا لنا لور ديسكلاف جوسكا لا فان دي طون حتى يرث الله الارض وما عليها ماذا قال ولا منا باللي خاطئين الى قال لازم الانسان يبا امبوزي سون اكزيستونس جو بونس كو ربي سبحانه ان يغفر دوسي وكنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله سبحان الله العظيم ماذا قال لله خير امه اخرجت للناس راه كنوا نقيم تاجيني دي درغالين لكن لا رياكسيون كي ايتي فات تاجيني باغ اكزومبل اون الجيري سيتي اون رياكسيون سبونتاني او بوان دو ميم ليتا اسرائيليا اتريتي الجيري دان ايتا تيرورست اي غير باسكو نعاون وكذا ولاش لي نيغوسياسيون ما كاش ما نحطش السلاح انا نحط السلاح نهار تحت السلاح تاعك انت نحط سلاحي انا يا نهار انت يا تو فا ديسكوتي دو تو مارسونال اتوميك ما ننساوش بلي اسرائيل راهي قوه نوويه في العالم واش ما نكذبوا على روحتنا ولا علاش هما كاع عندهم الحق يديروا اللي يحبوا
انت يا اذا ما تبعتش واش راهم يقولوا لك لازم يكسروك الى كرفن الى كسن الى اكس ضعفن اكسترا اكسترا يا اخي ترى لو شوا نو سوبوز ميم با جو بونس كو حبوا التفاوض الله يبارك يتفاوضوا مما ولكن الجرح راهو عميق الجرح راهو عميق الجرح اللي دارته اسرائيل في غزه وفي البيبل الفلسطيني ما هوش حاجه برك هكذا كما يقولوا عطوهم بكف ولا نو راهي بلوس دو قريب 2000 شهيد 2000 بيرسون تي 2000 بيرسون تي افيك 10000 بليسي وما ننساوش كاع الشيء اللي تهدم من البنيان من زي دنيا اقلق هذا خمم بنادم وش هي دنيا ما دينين سميث المصريين لا تسبوزي لي كونديسيون راه بدي نتكلم مرة نتشقع سي معنز مرة نتشقع المواد الاوليه للبناء زمرضه راه زمرضه نتشقع بزاف خاطر كيما نو زاد زمرضه 5000 فلاش لقى رقم الفلاش الفلسطيني وكنا نزيف عن فيما نسنع عبدو سنة الفلاش دونيا دونك هو جينير كله جو بونس كو رانا في الدوامة حبوا يحطونا في الدوامة في حبوا يوصلونا حتى لحالة ضعف وين الإنسان يتقبل كاع الشروط تاعهم جو بونس كو إن شاء الله غادي لينا يرقاد لنا كي فون امبوزي كوميم لا فوا دو لا ريزون كمثنا كريم اون طونك ميدسان وكيسي الكوتي بسيكولوجيك ان شاء الله غاد فقدين لي كتير باسكو ميد مسلاي كدنا وتمثنا وردة سي غزة تولد اقشيش غزة لونفون دو غزة الطاسي قموثن 30000 سميت 30000 بخام اللي كتواهد منا من ولا شمن تريسيتي ولكن سبحان الله الخبر دي بصي وتمثنا قلت انك قشيش غزة تخمم ام كاريك شمن القراية تخمم القراية مالغري توت سيزيماج اكزمرن تصب المعنويات مالغري توت سيزيماج اكزمرن درن ديك دي سيكل بسيكولوجيك نيفاست راه دي تروينا قشيش ولكن وقشيش نغزي تخمم ام كاري يغال القرايه فكان الضريه كيما مثلا كان اخويا محمد جو بونس كو القضيه الفلسطينيه ماشي في ديغلي ما تبدا القضيه الفلسطينيه قضيه راهي شاك جور راهي تزيد اونكور تتعمق في التاريخ دو بلوز اون بلوز كيني بور موا الطفل الفلسطيني ما رجعش طفل تما دولتني يلولد في حالة كبر كنقار زمن عادي الدنيا من بتطر في حالة شيخوخة أي غير باسكو تعود على حالات اللي صدماته شاك جور كاين حالات صدمه مرة نوالية شهادة تبتاتن شاك جور كل بون ديو في مرة نوالية القمع يخدمن الإسرائيليين كونتر الشعب الفلسطيني إسا سي ريجيلي سي كوتيديا ماشي صافي 30 جورنا 40 جورنا 50 جور كيما يبدا راهو عشرات وعشرات السنين دونك العمق التاريخي لا دونك الطفل الفلسطيني الطفل الفلسطيني يكرد دون توت سي ديفيكولتي اي جو بونس سي سكي في كو بسيكولوجيكمون il est beaucoup plus prêt pour toutes les situations. Ces situations ne lui font pas peur. Nous connaissons des choses souhaitées parce que nous connaissons les bases. Nous souhaitons justement cette situation parce que de la comparaison par rapport à nos enfants. Nos enfants, peut-être, ils ne vivent pas ce genre de situation. Donc, si je suis au Khalam, je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en les corps d'enfants déchiquetés dans les corps d'enfants gisant carrément dans les ruines de leur maison, etc. Ça leur fait vraiment mal. Justement, peut-être je dirais, si c'est paradoxal ou pas, mais à dîner, il y a un ouïe la prise en charge psychologique, ce sont bien nos enfants qui voient à la télé certaines choses, etc. Mais,
الشعب الفلسطيني تعود على هذه الحالات، ولونفون فالستينيان بارتيكوليرمون يكرد زي الحالة هذه، ماشي الحاجة فاجرت في الناس. دونك انت إلي لا بور رولوفي تو لي ديفي، إل ساتو أ تو، إل ساتو أ مورير، إل ساتو أ سادير بور لو يدي كار صباح، بتاتر ما يوخيك صباح، ما قالو ترى قال البومبة في الناس. Il sait pertinemment que peut-être au Covid, il y a un التحق برفيق الأعلى. Et quand je t'ai dit, ces enfants-là, ils se remettent beaucoup plus pour s'armer justement de cet enseignement de l'ilm à gagner. Peut-être que Azilin, Inch'Allah, Khayrou, Khalaf, les Khayri Salaf, ou Azil Arbiz, ça nous fait mal au cœur. Nous sommes meurtriers. Je suis vraiment c'est chapeau, voilà, les Gizmara Dinir, et je pense que c'est une leçon de courage, et ce sont eux qui nous sont qui sont en train de nous donner de nous octroyer une aide psychologique à permettre à nous aider des enfants avec etc. Même le connaît, ça nous encourage, on caresse Belit, l'espoir est permis. وان شاء الله عضو بنا المرض ولو ننسى وان شاء الله ربي غادي يسرح الفرح. كما تنا كريمك ديني ثاني ميرث ثم بارك الله فيك في ثم غالي يقينك وقادر دي تولين ثي قادر دي تولين أن نروح سيف ديام شطو حرفاص القصير ثم دنو غالي الغرور قيمة كدنا.
وي كادير دي توالين تي كادير دي توالين. السلام عليكم قلق نغل درغون ونا دنكمل الاول نغ ام كي سلامي قمتنا كريم طبيب غدي كان ثم غلي ان يعني نوقشيش نغزا او ندنيني اتبع ميكيدنا الفيديو كي باش تسوي كرات مغلي فقشيش نغزا الفيديو كيدون. ها نحن بمسيرة النبي الصالح نقاتل ونكافح ونريد تحرير أرضنا. اليوم بدأنا بمسيرتنا من النبي الصالح إلى هنا، والتقينا مع اليهود وجيش الاحتلال. أتوا إلى هنا إلى هذا الموقع وبدأنا بمقاتلتهم وباستفزازهم، وهم أتوا وبدأوا بضربنا بالقنابل والمطاط وكل شيء ورصاص الحي طبعا. وها نحن نناضل ونكافح، الشباب يضربون بالحجارة واليهود بدأوا بضربنا. سنبقى نناضل ونكافح حتى هذا اليوم وإلى آخر يوم، إلى حتى تحرير أرضنا، إلى حتى تحرير فلسطين وإثبات أنها فلسطين على الخارطة وإلى كل العالم. جنى جهاد، تلفزيون فلسطين، النبي صالح. السلام عليكم ورحمة الله. كمثنا حميد ثورات الفيديو قد تقشيش تاقي ردي هدر نس الكورة جاتي ثلاثي ثمانات نغزة اشاك ديني محمد دولاش يعني الهدرة مكارة ادن عبارة في تقشيش تاقي خطرش ثورات اليهود دي شوخد من دقوراش دي غزة يعني ورد سلعنا ران وفرق نغير قشيش نغطا قشيش نغرقاز نغطا مطوط تقشيش تاقين شحال هكتي لي دي العمر السيار بها 10 سنين ما يطاس تطف الكاميرات روح اندلان وقاذيك خمني ناث المنكرج ياثني تفيلمين ياثها الدارك نقار نكوني نكافح ونقاتل نكوني نفد نكوني دوك دولا غسم سلايني داك دينا يدينا كيمثنا كريم نهني لولند لولند دي المحنة والمحنة تربي رقازن تربي ثلاوين نحن وغال نديم قران خاصة كنديم شطح دي الأمر مقريت ذي تربثني دي المحنة تربثني دي المحنة ماشي من كوني يعني نتولي سيلم بايض الور مارا نولي هذا اختفض إغاضنا على الحالة نحن يسون لا سور تيرا يزون لابيتود دو فوار سا يزون لابيتود داتر بريزون دون دي سيركونسونس باري دونك كل نسن يغسل نومي بارك الله فيك يا حميد. نور حسين بقينا كمثنا عمر حموني. السلام عليكم الزلف لك كمثنا عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم وليدي سلام تحية سام قران المجاهدين المقاومة في غزة يأخذ الشعب الفلسطيني بصفة عامة. قمتنا مرض نكمل تغطيتنا الخاصة يعني أنا المحنة كين غزة نفا كان مولا شوغي اللي فاض في كذا كلات مورينيكا في المفاوضات كي 72 ساعة كي سنرنان ذا شو التفرات اللي تولي ضد فير المفاوضات كي هل طارا هذا لحقنا خير النتيجة اردي في قنن الساعة دب وسميتو وقدوذ غزة كسوفر نطاس اش كديني على حساب يعني راه فكن كوالي فك الكيان الصهيوني اللي تحوس باش كني غادي يربح يعني الوقت وادي حوس باش كني ادي ماطل ادي روح سي تهدئه تهدئه ايا ما ثغال اما شكني غيني كنغا يكوردان كنغا تلاوين ينقهدم ينقدمر في غزه اي كينا كل هذا يروح باطل اما شكلني الكيان الصهيوني يبغى باش كني انا شي خلاص كل يوم هذا يروح على كنيس شغل الحاله ممكن يكون الكاس يكون ورد كازم وخلاص اما شكلنا يا كينا يموت نير كل يوم اما شكل تيور فيني كموزن انا يعني زي كيك بغى الكيان الصهيوني
ولكن بيان سور مع الممالاه يعني افيك لا كومبليسيتي من النظام السيسي بيان سور بعض الانظمه العربيه ماذا بهم باش كني ودفينا المقاومه باللي انتصر ماذا بهم واستكنا او موان وزاد لوبينيون يعني انترناسيونال وزاد لوبينيون يعني لي كريس من دون مانيير جينيرال ودفينينا باللي انتصرا يرنا كمل يا ناس كملنا كنا ذي الحصار لاقي فغان فغان ازرنو نفس نحرسنا خاطر إيمين يعني أفري ذاكي نصفغاز المفاجآت أم تيجينا المقاومة ألك قارني لو كان نرنو أس نفتح المعابر إيه ذا شو رد يضعو ما عندها وقازنا في منزل دونك إيزمون إيسيي ولكن دي عن المقاومة أتسان كني قدلنا أنا كده أنك أقلع على استعداد أفوس النار أتسان أضاف النار أتسان في الزناد ورانا مستعدين نروحوا الى ابعد الحدود ما بين المقاومه راهي اكنس يعني الشرسه ذي الميدان الميدان يعني المقاومه المسلحه اكني غتسان والحمد لله غتسان الشرسه الميدان المفاوضات خاطر الميدان المفاوضات الي اوسي يعني امبورطون او دونجورو اكا من يعني الميدان العمل المسلح الى يعني المقاومه يعني الممثلين الفلسطينيين الاذلين متحدين وذيلين فيون ووال وذيلين في يعني سيون طرح قوي والحمد لله لحد الان اثناء يعني في افضل يعني يعني دونج اون ميير سيتياسيون خاطر ولاش الظرف عندها يد نجمع يعني يد نجمع ووال الفن اكن يد نجمع سولا ينجمع ووال المقاومه المسلحه ياكل السياسيه يعني الاسرائيل يقوثن ياكل النظام الانقلابي اللي ما صار ياكل يتعاونن يلزم ميزه باش كني اخذ من يعني التفرقه ديال الفلسطينيين هذه زولين حماس باش كني اسمحون في الوجود ولكن الحمد لله اذن يبان باللي نصفغاسن يعني فرقه مخلفه. كماثنا اعمار المحللين نانو قاد يدين نان لو كان الوفد الاسرائيلي الجهات 18 اسرائيل زران باللي سعان الفايده ديتي تاكيد كمل لناك باسكو اتصل الخساره قلان خاصه من ولا سي الجهه تدمسه الكوتي ايكونوميك وغال مدنو تروحون راه 18 نيل توريزم ينقص ويقاد قلان تروحون نخدم البيزنس اسرائيل وغال تروحون راه ومام طون دي بوان دو في بوليتيك ثوالا ضطاس بوكدود دي تفغن ديال اوروب ديال الماريكان ميم وكي تاثر لان الضغوطات كي قرنان باش تخدم من لابريسيون في الجهه اسرائيل ونون سولمون ضغن ثيكل تاكي يروح اصلا طاس العسكر فالمحللين قلنا ممكن اسرائيل فريدا كات صركع تقبل المطالب نغزه باش نرايك دي تمثلتك effectivement يعني اسرائيل راهي خاسره sur tous les plans sur tous les plans sur le plan يعني juridique sur le plan يعني moral sur le plan militaire خاطر الوزن غاز ما غادي يقرزان الضفان التلاوين تدم لي زوبيتو تدم لي زيكول انواع 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 يعني تنغا وكين تسمى انتصار وان كان انت الاوبجيكتيف سيتي باش كني انك اكن مرض فنبري زعما مرض فن الغيران المقاومه غدا فن الدماري كلان ابري هذا ندمن مي مساكي مدبراره انك كني صغرى حسن نصر الله سمي ولا اون 2006 وبعد ذاك كان صغرى كي في جوي با مونكازي دون سيت كار ولكن المقاومه الفلسطينيين الشعب الفلسطيني لحد الان على قارن ولو كان
انا اروح لخامن النغ اروح عند لي فامي النغ ولاش تغالي نرفيت هيك قارن واش عليه انا مثل المهم انا مسو هذا انا غنحيو في الكرم النغ في الكرم الانسان ديالنا يعني دونك اسرائيل انه تاع اوكين سيز اوبجيكتيف دور تحويز امك لو كان يعني زعما تكمل تفرالا لو كان يعني انا فيري انا بيردر في مود تفرالا ولكن خاطر جوستمون دي بيرت ايكونوميك دي بيرت يعني ان في كونسيرن السمعين دون لو موند ان في كونسيرن السمع ميم الجيش ميم يعني يكون الشعب ينس وغال الشعب الاسرائيلي غالو يتمنانا يتمنى الدولة ينس يتمنى الجيش الجيش النيس قارن باللي الجيش الذي لا يقهر خلاص روح في قان سن ذي ذي الجيش سن وانت تزمينا لا جستمان المقاومة ألا تهديد داير باش تقول باللي انت تجد في بوزيسيون دو فورس ألا تقار تجي سي لا ديرنيير شونس ما قلتوهم إيه بان سو سورا اون غير دوزور و تاكينوس زميرالا وخير الله يعني الاسرائيليين لا الويل كينا زميرالا كون اون كار يعني على لون تيرم ديجا لي بارت كان كيقول يعني يتخدم المقاومه ديجا هن يعني لي بيتي لي بارت لي كروند بارت ان فاز كنا تبغي تكمل وحسن انا راه انا راه انا راه طول وخير الله مثلا بغا ندرو ندرو ناكلي في الاستنفاز وغادي غادي نتيجه كان دونك ماذا بهم ولكن ويا لو كان كني احسن ولو كان شي طوح بمن بوز ما كان قارن لاقي ايوا لا تحويس الاسرائيلي وان كان يعني كل الاحتمالات وارده والمقاومه الحمد لله هي مستعده حسب يعني كل التصريحات القادمه. بارك الله فيك عمر منك مثلاك دي تنمير ثم قرات في موليقيا دفكيض أنا راح رقمتنا الأستاذ محمد الحسن أكيلا لسنيني السلام عليكم محمد الحسن أسلم منك أسلم منك رقمتنا محمد الحسن مرحبا سيسك أقما نشدها صوتي كم محمد الحسن شاك فوا وزميرا كده انتفاق ما أكيلا الجنو سيسك أقلع بقلعوة تلقى بقلعوة معليش ربي يفتح ان شاء الله كان نبغى نولي الراي كاين يعني المفاوضات تاكير ضرون الهدنه كي ممرنا 72 ساعه نفاكيد نسقسي ذا شو السيناريو تواليض اخطر سي الجهان فلسطين راهي طلب من المطالب تنكوني تنكوني ونزميرا لا نتراجع في المطالب باقي الا قد تسموك الحصاره في غزه الا قد تسلي من المعابر ولكن ست مناط الاسرائيل تناس نكوني ذا نقبل راه المقاومه وتحفيس رانا وتفكير السلاح ينس اكيد نجاد في كذا رايك كمثلا محمد الحسن بون كي نوقف لا نوقف لا تظهر الحرب اللي سجلت في غزه قلنا قال في كتب البصائر بنير صغارين على الموضوع الاول اش خسر في المفاوضات قال السلطه مع ابو مازن نتنياهو 20 سنه بعد 93 الى 2016 اي نقدر المره اللي نقول لها ظهرني مره استغلت اسرائيل باش اتبنوا ان ديغوان فشل الضفه الغربيه شتو القطاع غزه قال نقبل الى الدول الاداره المصريه قبل قبل بلي كان يجي القطاع غزه كي باش اللاعب يلعب شارون وقتني باش زعما باش اما كان المناوره بلي كان زمان اخر من سيم ديسون مي صح الى قانون غالر التاريخ اسفين الامم المتحده كاع 48 تعتمد في النص المشهود ذاك خدم بلفور عام 17 يقتل بلفور رئيس الحكومه البريطانيه الوقتيه يطلب بلي ارض فلسطين تشكل وطن قومي لليهود. فكره وطن قومي لليهود فلسطين ما تعلمش بلي السلم الجوهري ما يكش باليهود وتبين المساحه السوبرفيسيون تبين اكتيالمون. الحرب 67 يحصل الاراضي قبل بدا المفاوضات حرب لبنان يقبضها كنقارن حرب لبنان شوف غنتي ديك بيروت
القرار الامريكان كانت قرار الحرب الاسرائيلي الحرب الامريكا في الحقيقه، خاطر القوى الكبرى الاستعماريه الامبرياليه فرنسا بريطانيا الولايات المتحده الامريكيه اللي كانوا قد يخلقن الكيان الصهيوني اللي كانوا قد يخلقن الدوله الاسرائيليه. وقبل الحركه الصهيونيه ماشي حركه يهوديه بلي كان الدنيا غير اليهودي ديسلن اليهود طاس اليهود قلال. وقبلنا الفكر الصهيوني لا الحركه الصهيونيه، الفكر الصهيوني الحركه الصهيونيه تجي خلق الكنيسه البروتستانتيه. الكنيسه البروتستانتيه لو لا تكمل الحرب الصليبيه اللي كروزات الحروب الصليبيه اقحم بدايه القرن التاسع عشر كمل انتت بعد يمين قرن عام 1907 المؤتمر الكبير لفرنسا بريطانيا باش ديمونتي الامبراطوريه تاع الرجل المال يعني الدوله العثمانيه باش الفرق المنطقه اللي من الشرق الاوسط لغا المنطقه العربيه. دايور تفاصيل تصل الى الاستاذ ستيتوسين بدنسن امشي خفار البقعه الشكل اللي بدات فلسطين الرقعه الجغرافيه في فلسطين بالشكل لوبانيارا ام الخنجر كي غير كان الوثائق كنيك الدبلوماسيين البريطانيين والفرنسيين كيف كيف فرنسا في التاريخ الدول الصهيونيه الوغ خدمت تكني الشكل خاطر فلسطين ماشي فلسطين هذيك الاردن اسمي اسمي يسموه اسمي الاردن ماشي فلان ما هو الاردن الوغ يمسكن الامير عبد الله الجهني باش مسكت اشراف مكه قلت في الشام والحجاز والعراق الملك فيصل الاول وكذا ما يمختارناش دم كان يجي نشطوح في الشكل الخنزر في الشكل الطيار باش يولي الفصل ديال المشرق والمغرب يوصل فيه من وين يولوا الملك فاروق والملك عبد العزيز ال سعود لا ناخذ من شق نطف انقوم بنتا جا صحراء سيناء جا مصر السعوديه باش يولي التوصل في قنطرة. يبقى الحكومة البريطانية خدمة مذكرة شديد الثلاجة شكاع انت الملك فيصل الملك عبد العزيز الملك فاروق كان جمعة ما كتخدم ما تفكر دونك المشكلة هذه فلسطين ماشي المشكلة الإسرائيل لا الدولة الصهيونية المشكلة الأمريكان القوى الكبرى لا بروف اي نقدر اي نقدر دمار غزة فلان بموقف الفرنسي الرئيس الفرنسي الموقف لا وزير الخارجية لا البريطاني كيف كيف اصلا تفرجن زغال انسك الشعب الفلسطيني يعني الفكره الاباده الجماعيه الاباده الجماعيه خدمت تطبيق ما هي كانت خدمت تقل الهنود العمر فرنسا خدمت تقل الجزائر خدمت تقل المستعمرات بريطانيا انا خدمت تقل المستعمرات وين حتى باش تزور شي لعيبه انا تزور كيمون ما تجينا بلانسن فلسطين ميم ميم انجلاند بنجوس القران نغم التراث نغم الانجيل اليهود اللي نام على الفلسطين فلسطين تموت للكنعانيين الكنعانيين الجزء من الشام اليهود يروح ابراهيم عليه السلام اول سميه اول من عبر العبراني الاول يعبر بلا بجلة الفرات في العراق يروح دري يتجسم على رجلي نسيت ابراهيم عليه السلام سيدنا اسحاق ومن بعد سيدنا موسى عليه السلام اللي من الوزن المصريين في القادم يسالوا لي سيدي الناس ربما اسمه الناس المصدق مثل ماشي تموت نسيت وليدي بلا بل ينبش المولد تموت باش باش الاباده الجماعيه انا الفكره الاساسيه المفاوضات اللي دورها المفاوضات ال 20 سنه نجح فيها سواء الحرب الغزه براند بلي سعر الفلسطينيين امش سعر الامكانيات امكانيات صفرا المحتلين ما غير شو اسمه المستعمرين كما اسمهم فهذه اول مره الشعب الفلسطيني في المقاومه الفلسطينيه يسي زمان محمود عباس السلطه حتى السيسي الحكومه المصريه ما زال ينتفي تصورا باسم اسرائيل باش نسميها الحوايج في اسمه المصريين الحاليين الحكم المصري والسيسي وقت 17 خاطر سموه سموه في كتير الشعب الفلسطيني الثوره الفلسطينيه نكون يغاضي الحاله مشي يديروا السيسي لدينا ستاكول الحكم ذاك الجزائر استقبل في بوتفليقه لدينا ستاكول باش ديروا الدور مصر الصعيبه الدور مصر فيكش
رقمتنا محمد الحسن سمحنا الصوت ديال الحقاره مليح. ادنو غير رقمتنا حميد، رقمتنا حميد، رقمتنا محمد الحسن يفكان هاد النظره التاريخيه باش غادي يفكن باللي القاعة ماشي ديال القاعة بوكي اللي تحت لنتونا يسفهمنا باش نخدم لا ديفيرونس اونتر ذا شوت اسرائيل ذا شوت اليهود ذا شوت لوبيسيونيست كي فويكيراك خدمنا كاكي وكرن القاعة لا فلسطين سي لوبيسيونيست دونك لوبيسيونيست كي كيدير لنا يسعى الناس ميث افوس بارتو دون الموند يسعى لنا جون داك خدم في اللاسيفا دي لحق الفغينس انك ولكن التاريخ غادي يفكن باللي ادياس الوقت عند اللعيبه هذاكي ما راه تبدل تسويع اد فرنسي سي تمكاتني. نعم مثلا محمد الحسن كلا يسعى الحق كواني دينا باسكو اليهود اليهود كديانه كذا وكذيك طفرن ديانه اليهوديه دايور نهني شحال اللي برد نهن ولا ذا كي فغن وفغن ميم دي ماريكان فغن دي لوروب اين يضرون تراد كوينا دي فلسطين نهن ورث قبيلنا راه محمد امين نهني يعني ذي الدين نسن نند باللي نكوني ونسار ثمورث نكوني ربي يجينا غانايش ذي ثمورا يعني ثمورث كين لا تينا ويتامور تنا الناس هنا كيخدمن سيدي سيونيست ما كيدني هذاك التيني وكاهاكين سان فوس بارتو اغر سان يدريمان سان تقوينا دي السياسه سان يركزن دي السياسه سان يركزن دي لي بوفوار تموريكي الغرب دونك ذا نشتني سوشو يخدمن انا كيخدمن كاكين محمد ولكن اما اول تكفيطيد الساقين الساقين خدمنا كا من كنا قلنا غنتوالي والحمد لله الشعوب تمورا قنسن وخيند وتوالين الحق غير والين نسن بارك الله فيك تسويت اتبدل بارك الله فيك سي حميد سنيني محمد الحسن سبحان الله الوقت سميت التليفون ممكن سي الجهه ينس انور حسين فقلنا قماتنا محمد دم قران مكاحه سنيني السلام عليكم. وعليكم السلام صلى الله عليه وسلم محمد بن خالد الجريري على سيدنا في قناه المغاربيه. ان شاء الله فكان اكيد نسقسيك مثلا محمد دار اشهر دارون تيران يعني المفاوضات 72 ساعه كي ارنان الهدنه ياكي فكان ضفك ثم غولي انك ذا شو السيناريو راه توالد هل طار المفاوضات كي داون النتيجه نا ممكن تفشل تم كي تفشل ثلاثه زوران. باش قال الخطريجي سبب مع انه المفاوضات الخطريجيش ولا ابسوغ نتاع النتيجه كانوا 50 المينيموم اللي صلي في البلاد الشعب اللي هو شغل ماكورا في الميناء البحري ان شاء الله شغل انظر باللي شغل القضيه تن وبر يخدم يخدم لي مفاعيل ديال المقاومه اللي يخدم المدين باسكو شغل مسار المال بغا تحقق شغل المآرب في المفاوضات قبل عن تحقق الامور ايمن سما خطر شغل وانا حنا كتير الساعه شغل كيهدم قران ديال غزه دونك اذا بغانا افرضن سي المودعين مي وانا بلي المودعين سي بن سن عيان سي الغالي مصريين شغل غالي مصريين تقريبا بالمحللين السياسيين في المقام جيسكا كوات دي مصر هات وحنا في السماء
اقمتنا واحد مكحث ولا ما نغلد الموقف تمورا بعرف ندين سلمن يا هل ترى تمورا كي بعرف ندين سلمن السارة مضى سوالي ضي لو سيرم باش هذه لي الضر سيني هني امكوك الدوني ثاكي تدور في ثمناط تسمش طوح ثاكي ثمناط كي تسواحا صار نا القوت نا الدواء نا المساعدات يا هل ترى هذا وين الدرس نا خاطي امكرا سوالي ضي هل ترى ممكن هذه لي الدرس باش تبدلنا راي نسن ادخم مليحه امكرا تلحد دوني ثاكي ادخم مليحه انوريس الحاين دوني ثاكي ادخم مليح امكو وتسكنا رفوس فايت منسن أقول صراحة قلت مرة الله حلو بدينا الأنظمة العربية اللي تستعمل بنا جودين ودي جلوس الصندوق مشينا زرعنا من جلوس الصندوق صندوق الهوت بل كان يجين شغل يبيع وجدني محمد شغل اللي يجوني لفلسطين تولي الصندوق الهوت وين دي سال الهوت وين دي سال الشام بالتالي إذا سيد صل il a tenu une tête et il a très très bien puissance mondiale et il y a un risque avec la race carinus qui se renonce de Bruxelles de Razzan donc il y a un risque de l'économie 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 الأنظمة دونك اللي نقد تسوان مكيد النيض لازم هذه اللي يبدل التغيير دي ثمورا بارافن هذه اللي التغيير كي الطريقة السلمية باش نزمر ان الحق انا في الحاجة راهي مسافه في الناس يزافوينا كي بارافن ولكن ثورا ان توالي لانه قد يدينا باللي ممكن الشعوب ادخل من التغيير ولا شي ضران ولا شو ضران دي مصر ولا شو ضران دي سوريا ولا شو ضران دي تونس ولا شو ضران دي ليبي يا هل ترى النتائج ايجابيه ما ايجابيه فهمي دمك يوم ام طون لانه قد الحون فنتخذ من السلم ولكن اتفضى زافو يطفك كرسي يغذي وخرسكس دونك ذا شو الحل ارف دلنسي سي زافون بارفنا كيم كيرا توالي ضيا الطاره سيتي نافير من الوقت نغ سيتي نافير الى قاتي داوى الصدراء نغ الى قاتي داوى السلم مزمر ضاد صفا مضاك مثلا محمد مقرا شغل أبقى إرجع من دونيتنا على الجماعة قلنا من سنة 33 الحكم ضارة سنة 34 سنة 33 نقول على من سنة 34 نقول فيها بما أنه بشكل ما نسي وضع بكسر ذات رجية 34 الحكم ضارة من إلى حسن إلى حنشي رجع نيمي نوشي رجع نقبل على نفس الدكس لا ما يحس مريح وينا وما في الدكس ممكن دينا بنيكو يشغل ونمشينا بالنسبة للسلمية اللي هو سكنا في وضع أن يبدل لي حالة مرافقين على حالة مرافقة عربين دونك يشتدوا انه يسارة ونلك نصر وصبر وساعة لكل يشغل إلى قبل أخطروا بلا رد من يد اللي شغل عن عادي بالنظام ونكون لنا نقيمة عن نظر أن رضر أخضر نعفو كاكوس دونك كل رقم سبعة في غل النار سبعة في فصل النار والخمل والخدم هو كل يدور الاستيوار نسي بالدلم اللي حالا غينيك سوفو سيف في صندوق الانتخابات والولا غيني قدران بفلسطين أمشي المقاومة عم حمس صوف بالانتخابات سوفو صندوق قمتنا محمد مقرا مكاح صوت ولد الحقاره مليح سمحنا قما دنوغا الاستوديو قمتنا حميد نسقسات قمتنا مقرا مكاح انايك نفاد نسقسي فوسير مياه الطاره
إذا فونا جيب بعرف إن تمرين سلمن هذا وين درس ذا شو ولا ندي غزايا هل طارد زمرنا فدن راين سن أدن تسقسي ما إلا وسيرم ذات اللي شيتي لوسون باش نهنا فدن اللي مانسنا خاطر مرات والي ضو كدود ذي تمورا بعرف ندين سلمنا حميد فغانا ذوالي اللي ريجي من سنة فدلن ولكن شو نورا نولا ذي تمورا ثياض لا سيري لا تونيزي لا ليبي مصر توسا خيرت مورا ضغني فانا فدلن فانا فدلن سسيل مش شقا انتي فراتين وزافوين قرنا صار وحوث انا رفوس رفوس باش انا رفت تيمورا النغ انفهم ام كانت الحدوني ثاقين سالو ثامورتنا ام كانت سوى حميد ياهل طاردي اللي يسيرم لي غوفرنومون قد فدلنا الدوغال ان الشعوب بنسن اذف نفوس الشعوب بنسن اذف من شو ضرون ناض كمل لك زنزنت زنزنت خلاص تورا شاك دني محمد تورا لو كان نولي يعني وقاقيك حكم انت مورا بارافن ام كي دو سان ار الحكم تورا مارث نولي ام كي دو سان ار الحكم ذينا نزمر يعني اد نهضر في الفيتشر نعم لو كان الحكام كير كل وسان دار الحكم الطريقة وين تسميس الغرب أجيل نهني السرسن كل يوم ده السرسن كل يوم ده شو إيش كان الخدمة يخدم أسبوع سجين محمد زمير نرى خطر شما كنا دين ذا مقيدين يعني توشكلا وزمير نرى إلى قدر نولي الغرب نعمل شد توكس سكرسينس وانت لو كان دي توكس سكرسينس يزرب اللي الشعب اللي تسمي حرا اين اسمك نيك قيم ذي الكرسي ذا شو خدم ذيكس نغ ذا شو خرسي ثمور ثمني دونك ذي نارثي جندي وحش دونك الساقين يزنزي ما نيسا في جلو كرسي الساقين يزنز الكرامة ينسا في جلو كرسي لأن يا ربي ما تولي ذيني ذرون دي غزا غزا يدو سن يهير ثمور بارابن وتولي أمزورون ذا ما صار يسغلقن مع بالرافح بشوري كتمارة الدواء بشوري كتمارة ومن بشوري كتمارة المكلة يوراشي ثلاثي ثلاويني مغارن يعني ذا نتيدي زوارن ما رتولي ذا الأردن ذا غنينة سنة كوتي ولاد بلور تخدمي قيح ما ثولي العربية السعودية يتسكن اي مليار يهنت تسك اقوشا دروات ما نبشاكن يتساون فلسطين الحجة نولا بلين ورتخدم اشما دونك اسبو ساقين يصعب الحال باش الدنيا باللي الحكام كين اذفدل راينسن ما كي ولاند شو قدران دي غزة بيانو كونترير نهني نقول الإنسان يموت محمد والإنسان يموت شحال يجي دونك الساقين غين ولا ندي غزة أمزنور ولا نقيح ولو كان ذي تواوذ أساوذ النثني دونك الشعوب غين إلا كان الزرن مكارة بدلن وقاه قيث نطفن سلميا ولعل وعسى أدرح نيرقزن دغاث صح ذي رقزن وقاه نيرا يبدلن تسويد طال مرة نهضر في مصر قمتنا حميد أخطر يظلي من خدم صد الشارع ذي المغرب ياسيت اسمها تزورة لاني مصريين دي سولن فغانا تسفينين باللي الشعب المصري الشعب يقف الدن يكذو قدود غزة إنه يكلفو با ديفيرونسي دو ريقة يقطفن ذو الشعوب يحملن يفكان أولنسن ذي غزة فنفاكنا نسفهم الميساجاكي باللي نخمم مره باللي مصر وكس الاجماعين وتفدر نكوني ما دنيني الحكام ودن قرار الشعوب نكوني دن هضره في الحكام خاطر شو كي تفن ثاكوس دكفوس وكي تفن السيف دكفوس ويظنين ذن الحكام خاطر لاني مصري نحمد دنني قرحان نقول النغ ونزمير نخدم ميقا اكزاكتومون هاتي قرح ولي سما يولي باللي وقيت يحكمن يزنزي مانيس ويزنز ثامورثيس ايوين ثيس ميس اليهود اسبو ساقي مصري نكوني نسني مصريا يعني سدين نسنسوين يعني تسكن بلا ما الطلب عندي يعني اون كونسيكونس الساقي نولا باللي السيسي يخدم ذيك السنه اثني غض الحال نكوني اسبو ساقي محمد كثر هذه الشعب مصري ولا ذي الشعب الاردن ولا ذي الشعب السعوديه ولا 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 ولكن كات ذي الانظمه يجي وقاه قيثني حكما وقاه يقف كنافوس ماشي الشعوب الشعوب لو كان دي فاسوس كي غادي فار برا هذه بغو كان هذه الحو سيك اللي ناري الحو يعني باش كنا ذي نصر مثلا سيدي غزه تصفضي غا لما نفوند برا وسنجينا ادفون الور كو دي ثمور يجي لوروبا هنا تولي لمار شحال تسيلين يقول دوغا العميد مالكري الخدمه اللي ميديا يخدمن وتفينا راه تيتو ودفكينا راه لي فيريتي يعني شو يضرون
ولكن ولا وجدود خاصة دي الأوروب دي الماريكان بارتو فوند تجي باش نولي باللي شعوب باقي سعن الوعي و فو با ديفيرونسي غير ويكا ديك يحكمن لاباز لاباز كي لا ديرنيير مارشي كي دوبي 7 اور دي ماتان 7 الصباح نوالا وجدود يهكا ديما نيس لي بونكارت دير كازن تي مغارين دي المصريين تي المصريين دير راشنسن دونك هاد صفا مض لو ميساج كي حميد باش نولي باللي وجدود دين سلم نا ماشي دين سلم نا ضعرف نا ماشي ضعرف يسعين وطرطون دونس خلضن مم الديانات كوم مم فغند باش هاد نصران ظلم كي وكي ضد ظلم محمد اولا هانت كفيطي ولاش الدين ولاش يعني الدين ماشي دين سلمان العقليه ماشي العقليه دين سلمان ولكن ولا نين يقدرون دي غزه ولا الظلم يقدر انا في غزه كرند وعبرند ونند باللي انا كيضرون ذو الظلم الا قادي توحفز بارك الله فيك حميد الحق درت كاركي بوهيل عاد نشكرك ويكادي ضيف كانت مغلس وتمثنا ورده سي غزه كمثنا كريم طبيب كمثنا عمر حموني كمثنا محمد الحسن لكيلال كمثنا محمد مقران مكاح اسني ثاني ميرثا مقراتي كمثنا حميد حميسي كيلان قدنا ديال الاستديو اسمي اسمثنا ودريني ارثوفاث والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.